ما كفايه بقى يا اخي، انت ايه ما بتزهقش؟ وبعدين انت تعرف عني ايه اصلا عشان تسالني؟ انت يا دوب بشوفك صدفه، انت ما تعرفش عني حاجه لانك عمرك ما كنت جنبي. صحيح فلوسك كانت جنبي، بس انا ما كنتش محتاج الفلوسك دي، كنت محتاجك انت. كنت فين؟ عارف كنت بحبك قوي على فكره، بس خلاص حطمني. امي تعبانه بقالها يومين في المستشفى، انت ما كنتش تعرف، وهي كان كلها همها ان محدش يكلمك عشان عارفه ان انت عندك شغل مهم. شوف بقى انت كنت بتعمل ايه ولا نام فين. خد فلوسك دي، انا مش عايزها. انا عايز اقول لك حاجه قبل ما تمشي، مش عايز اشوف وشك ده تاني. رد يا بهيمي، رد يا بهيمي. انا ايه يا بنت ما بترديش ليه؟ انا بكلمك من ياما يا بنت، إيه مش عارفه صوتي ولا ايه؟ طب يا ابو جلدان يا غبي، اخوك عباسك يا بي. وبعدين تعالى هنا يا بي، مين معاه رقم تليفون غيري؟ ها انت راجع في فطوس الكلب. ايه دي انت في السرير يا بي؟ اديها تليفون، اديها تليفون. ها ايه يا جبر يا شغلة بقى؟ عارفه يا بي، والله ما بفكر في حد غير فيك. ايه بفكر في اليوم اللي هرجع في البلد حدا وندخل الزريبه مع بعض لوحدينا يا بنت، ونقفل الباب واقعد جنبك ونفطر مرسين في طبق واحد زي زمان. ناجي يا بنت، ناجي ناجي ناجي. استيقظوا لأرى ماذا يا أبتي؟ استيقظوا لأرى ماذا؟ لأرى أختا مجنونة ألقت بالطفل واحتفظت بالسرة، وأخا يمضي كالسائح بين المعتقلات، وأما تخفي المنشورات. استيقظوا لأرى ماذا؟ لأرى مفتاحا يتدلى من خيط في عنقك، لأرى ورقا أصفر قد أخذ يدب إليه السوس، ورقا أنت من موجبه تملك بيارة في اليافة. كم كنت تحدثني عن تلك البيارة يا أبتي؟ كم كنت تحدثني عن شجر الليمون وشجر الموز؟ لكني أذكر ذلك اليوم ولن أنساه، أول أيامي في تلك المدرسة. كانت حصة رسم، وطلب منا مدرسنا أن نرسم إصبع موز، لكنك لم تحضر لنا ذات يوم إصبع موز. وبسرعة كب الأطفال على الكراسات وأخذ كل منهم يرسم، كل من يرسم. ماذا يرسم طفلك يا أبتي؟ من يمتلك أبيه بيارة موز في يافا؟ وهو لم يرى في حياته إصبع موز. سقط القلم وبقيت تلك الورقة في الكراسة بيضاء، ووقفت أنا أمام اللوح الأسود، ثم همس مدرسنا في أذني قال: أرسم. أرسم ماذا؟ أرسم إصبع، أرسم إصبع موز. فبكيت، قال: أولم ترى في حياتك إصبع موز؟ فصرخت، قلت له إننا نملك بيارة موز في يافا، أبي يملك بيارة موز في يافا. ضحك الأطفال، ومن لا يضحك يا أبتي؟ من لا يضحك من طفل لم يرى في حياته إصبع موز؟ وأبيه يملك بيارة موز في يافا. استيقظوا ليرى ماذا يا أبتي؟ استيقظوا ليرى ماذا؟ شكرا. نمو إيه يا ماما؟ أقعد في المكان ده؟ ماما انت مش متخيله، دول ما عندهمش قلب كفايه، وانا مش مستعد بصراحه يجي لي امراض. اوكي يا ماما اي جاتشا، بس انا عندي مشكله اهم بكتير من الكلام ده كله. باي فول كده بوستر خلص يا ماما، انت مصدقه؟ ابعتي لي واحد بسرعه ارجوكي، انا بموت. اوكي يا ماما، اوكي، باي باي. بقول لك ايه يا ماما؟ عايز 50 جنيه عشان خارج مع الحته بتاعتي. وقبل ما تتكلمي ياما، نازل شغل من بكره بس مش نازل مع خالد، خالد ده بياكل حقي ياما.
ده هم طول اليوم رميني في البازار. رص لي حجره برص له حجره، لف لي ورق برد يام. واول ما يدخل المحل حته لحم ودم فرنساوي يرميني مع التماثيل جوه، هات ال 100 جنيه ياما اخرج مع الحته اللحم ودم الوحيده اللي في حياتي ياما.